هذا المهرجان عندما يتبنى القضية الفلسطينية كشعار، وعندما يضع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري، وعندما يخصص جزء مهم من ريع هذا المهرجان إلى إغاثة الأهل في قطاع غزة، هذا مؤشر على مدى المكان وعلى مدى الدعم الذي تحظى به القضية الفلسطينية كما ذكرت في قلوب وعقول الأشقاء المصريين، ليس فقط على المستوى الرسمي وأيضا على المستوى الشعبي، كل المستويات حقيقة. شاهدنا هذا الدعم اللي بتحظى فيه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عند كل فئات الأشقاء في مصر، الفنانين والمثقفين، اللي حقيقة احنا بنعتبر هذا السلاح سلاح ناعم ولكنه سلاح مهم ومؤثر جدا. وأنا ذكرت قبل قليل لمعالي الوزير ولمعالي الأخ والصديق أخونا عامر عن أهمية الدور الذي يقوم به الفن والثقافة لصالح القضية الفلسطينية وأهميته في المعركة الوطنية التي نخوضها مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال يسعى ليس فقط إلى قتل الفلسطيني أو إلى تهجيره، بل إلى طمس تاريخه وإلى سرقة تراثه. ومن أجل ذلك إحنا بنخوض معه معركة مفتوحة على كل المستويات، ليس فقط على الأرض عنوانها المقاومة اللي بتشاهدوها، وليس فقط معركة صمود عنوانها التحدي والصمود اللي بيكون فيه أهلنا في القدس والضفة الغربية ضد سياسات القتل والتهجير وإجرام وإرهاب المستوطنين، بل أيضا معركة مهمة على المستوى الثقافي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الأدبي وعلى كل المستويات، لأن هذا الاحتلال يسعى إلى سرقة وتزوير وحذف تاريخ الشعب الفلسطيني ليصنع له تاريخا مزيفا، ليحاول أن يثبت أن له مكانة في هذه الأرض. وهذا الحكي عمره ما رح يحصل. الشعب الفلسطيني سيبقى شعب أصيل، وسيبقى شعب مضحي، وسيبقى شعب متمسك بأرضه على وطنه مهما كانت التضحيات. إسرائيل تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني، هذا لن يحصل طول ما الشعب الفلسطيني صامد على الأرض وعنده استعداد يضحي وعنده استعداد أنه يدفع ثمن من أجل الحرية والاستقلال. وطول ما هذا الدعم اللي بنتلقاه من الأشقاء، جميع الأشقاء حقيقة، ولكن مصر دائما كان لها دور مميز ودور خاص بحكم التاريخ وبحكم الحاضر والمستقبل بحكم الجغرافيا، لكل هذه الأسباب كان مصر إلها خصوصية خاصة في العلاقة مع القضية الفلسطينية. ومش غريب حقيقة هذا الاحتضان للقضية الفلسطينية في المهرجان، كما تم احتضان عشرات الآلاف وإذا مش أكثر من الجرحى اللي خرجوا من قطاع غزة، ومن الطلاب، طلاب المدارس وطلاب الجامعات اللي تقطعت فيهم السبل لتحتضنهم المؤسسات الرسمية سواء في المستشفيات أو في المدارس أو في الجامعات. وحقيقة أنا يعني صار لي يومين حوالي أو ثلاث أيام في البلد، والتقيت مع عدد من هؤلاء الطلبة اللي بيشعروا أنهم في بيوتهم وبيشعروا أنهم في مدارسهم، فتحت لهم الأبواب للمدارس والجامعات والمستشفيات ليقدم لهم كل ما يقدم للمواطن المصري. وبالتالي يعني هذا أكبر مؤشر على عمق هذه العلاقة، أكبر مؤشر على ما تقوم به الدولة المصرية والشعب المصري تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.